شفت يوم النت عندك شغال عدل كل شيء اوكي، وتدخل جهاز جديد في البيت، يجوز يكون مثلا كمبيوتر او كاميرا او انتركوم او واي فاي وسماعه اكس بوكس بلاي ستيشن، من يوم ما دخلت وصلت هالجهاز على الشبكه وعلى النت الانترنت قام يقطع، زين تشوف انه يفصل يقطع يلعب فوق تحت، زين شو السبب؟ هذا الاحرى اي بي كونفليكت. اي بي كونفليكت شو الاي بي وشو الاي بي كونفليكت؟ اي بي يا جماعه الخير عباره عن عنوان، اي بي ادرس عباره عن عنوان، اي جهاز يشبك في البيت للشبكه الراوتر يعطيها رقم طويل يسمونه اي بي، اوكي؟ فنفرض مثلا انت عندك جهاز قديم اي بي ماله 21، دخلت جهاز جديد في الشبكه، الجهاز الجديد ما تنضبطه صح، زين؟ الرقم نفس الرقم الاولي، يعني هذا 21 وهذا 21، يتضاربون، شو يتضاربون؟ الراوتر يتخبل ما يعرف اي واحد فيهم يكلمهم وكذا يحاول يبند يسير، فخلص المشكله ما بتنتهي، زين؟ اي بي كونفليكت يتم لين ما انت تغير العنوان يا للجهاز الاولي يا للجهاز الثاني. زين هالمشكله متى تحصل؟ يوم الناس تجيب كذا شركه يشركبوا لك كذا جهاز، زين؟ فمثلا يجيبون شركه حق الواي فاي مقوياته كذا، هو الشركه هاي يركب مقوياته ويروح، زين ما يخص بالاجهزه الثانيه، خلاص يبغى يشغل حاله، ويجيبون شركه ثانيه يركبوا كاميرات، زين؟ فراعي الكاميرات ما بيشوف العنوان، ما يقدر مثلا مرات يتعذرون انه ما بنلمس البوكس مال واي فاي لانه ضمانه بيطير وكذا، وقتر يبغى يخلص شغله يروح، ما زين فيركب يغير في ارقامه. فشوفوا يا جماعه الخير يشتغلوا مع شركه واحده، هاي كلها منظومه واحد واحده، ترى في النهايه شابكه على النت عشان تتفادوا موضوع الاي بي كونفليكت، يبغوا شركه واحده يركب كل حاجه يعدل العنوان صح.